تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية. كما تمت إقامة 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى إقامة عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي شهدت افتتاح شوادر جديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات لتحقيق وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع بجودة عالية وبنسب تخفيضات تصل إلى 60%. الشوادر بتغطي الجزئية بتاعت المناطق الأكثر احتياجاً، فدي فكرة ذكية وحاجة كويسة جداً، وخصوصاً الأسعار في المبادرة بتبقى سعر مناسب جداً ومنافس بالنسبة للناس وفي متناول الجميع. وكل ده الحمد لله بيوصل أهداف المبادرة اللي هي اهتمام بالمواطن ورفع العبء عنه وتوفير جميع السلع اللي بيحتاجها. فالحقيقة الحمد لله الدور كبير بتقدمه وزارة الداخلية، والسادة للشركات الوطنية المساهمة في المبادرة كلنا واحد برضو بتقدم نفس الدور ده، فاحنا مع المواطن مستمرين الحمد لله ان شاء الله حتى تلبيه جميع احتياجاته من السلع الاستراتيجيه والسلع الاساسيه اللي بيحتاجها. عملنا تخفيض عشان نشترك في المبادره عشان نوصل للمستهلك يميش رمضان باسعار جمله الجمله. بندخل باسعار مخفضه جدا بتصل من 40 ل 50% بالنسبه للسعر المتداول في الاسواق وبكميات كبيره جدا جدا، ودي رساله طمانينه لمواطنينا ان كل البضائع موجوده وموجوده بكميات كبيره جدا جدا. إقبال كبير من المواطنين على المنتجات المعروضة في إطار المبادرة، التي تشهد زيادة في أعداد الكيانات الصناعية والتجارية المشاركة فيها لتصل إلى 1074 فرعا ل31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية. جينا لقينا كل حاجة متوفرة، ومش بس سكر وزيت ورز والكلام ده كله، كل ما يلزم البيت موجود. وبنشكر السيد الرئيس جدا 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 على كل حاجه بيعملها لنا. اسعار بسم الله ما شاء الله فرق كبير قوي ما بين بره وما بين هنا، والحمد لله الحاجه موجوده كويسه اهي في الخيمه وكل المنتجات موجوده وكل حاجه كويسه. بنشكر وزاره الداخليه على هذا المجهود وبنقولها احنا كلنا فعلا واحد. وقد لاقت المبادره اشاده كبيره من المواطنين، مع توجيه الشكر لوزاره الداخليه على الدور الاجتماعي الذي تحرص على تفعيله لتخفيف الاعباء عنهم ودعمهم بما يحقق مبدا التكافل الاجتماعي. لقيت كميات من الزيت موجوده كتير، وبالنسبه للرز برضو والسكر، وفي انواع برضو الشاي، وفي مكرونات، وفي سمنه، فلقيت كل حاجه متوفره في المبادره هنا. اشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله دي، ويا ريت تستمر مش لبعد رمضان على طول. وفي السياق ذاته تواصل منظومه امان مشاركتها في المبادره بتوفير كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره في كافه منافذها على مستوى الجمهوريه، والتي يصل عددها الى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت، فضلا عن طرح كميات اضافيه من السلع عبر سيارات موجودة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. وزارة الداخلية مشكورة جدا إن هي عاملة المبادرات دي وكل الميادين عاملة موجود يعني فول ممتاز يعني. نشكر سيادة الرئيس ووزارة الداخلية على موفرة لنا كل الحاجات اللي دي بأسعار مناسبة وأسعار في متناول الجميع. نشكر سيادة الرئيس، نشكر وزارة الداخلية، نشكر كل القائمين على المبادرة ونتمنى استمرارية. هكذا تتجدد مبادرة كلنا واحد وتستمر في عطائها نحو مزيد من توفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. توسع كبير في الكيانات الصناعية والتجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وإنشاء المزيد من الشوادر بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات لتحقيق وفرة كبيرة في المعروض وبأسعار مخفضة، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.